فنان يوضح كيف ستبدو الحيوانات من الأسد الملك كالبشر. الأسد الملك هو بالتأكيد المفضل لدى معظم الأطفال في مرحلة الطفولة، لدرجة أنه يصنف على أنه الفيديو المنزلي الأكثر مبيعا على الإطلاق. اعتقدنا أن هذه الشخصيات لا يمكن أن تكون ذات صلة، لكن الفنان ماركو فاجأنا جميعا ونجح في ذلك عن طريق رسم شخصيات من الفيلم كحيوانات تشبه الإنسان وترتدي أزياء الحاضر. وهنا في قناة روضة الأنوار سنقدم لك قائمة من القطع الفنية لهذا الفنان. في النهاية علينا أن نقدر الفنان ماركو المبدع والمصمم وراء هذه الفكرة لإمتاعنا بهذه الرحلة الحنينية. شكرا لك أيها الفنان. ولكن في النهاية أخبرنا، هل وجدت شخصيتك المفضلة من بين هذه الشخصيات؟ وما رأيك في ملابسهم؟